السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وين وسلم بكم مرة أخرى وفيديو جديد وتكملة للتقاسيم. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والغناء العربي والنظريات من العراق، وهنا نسلم بكم مرة أخرى. وفي الحقيقة عذرا لهذا انقطاع، إن شاء الله نعود عن قريب بسبب الدراسة وبسبب كثير من الأمور وبسبب الدورات الموسيقية. اليوم احنا عندنا مقام الكرد وعندنا مختصر للتقاسيم الحرفية. قبل ما أبدأ، هناك دورات 8 محاضرات شهريا أونلاين بالنسبة للإخوان اللي خارج العراق وفي داخل العراق باشتراك شهري، أو في بغداد يكون التنسيق معي، أما ذهاب إلى الطلبة أو كيف يكون الترتيب. فهذه الدورات 8 محاضرات شهريا فقط الأونلاين، 8 محاضرات، وبالبيت يختلف 6 محاضرات، وأيضا عندنا مكانات في بغداد. عندنا الآن المقام الكرد. مقام الكرد أشرح لكم إياه، هو مقام راح يكون راح يصير أمامكم هنا. عندك يبدي، نقول يبدي ر ثم مي. طيب ر ثم مي، طبعا مي فا صول لا سي دو ر، واضح؟ في البداية احنا عندنا مقام الكرد على درجة الري يرتكز، ياخذ سي بمول وياخذ مي بمول، اوكي؟ يعني عندنا الاصبع هذا يكون اصبع اول، يعني ري مي اصبع اول، فا طبيعي صول لا، اوكي؟ سي بمول راح يكون اصبع ثالث، ودو مطلق وري اصبع ثاني، يعني يصير عندك ري مطلق هنا، نعيد لك اياه، مطلق يعني فقط بالريشه، ومي اصبع اول وفا اصبع ثالث، وصول راح يصير مطلق فقط بالريشه، ولا راح يصير اصبع ثاني، وسي اصبع ثالث، ودو مطلق، والري الجواب اصبع ثاني. اذا ياخذ سي بمول وياخذ مي بمول، اكاديميا نبدي بالسي بمول، يلا المي بمول. هذا واحد. نرجع احنا عندنا الموضوع الثاني اللي هو مهم، اللي هو شنو؟ عندنا تقاسيم، راح يصير عندنا التقاسيم راح ابدي لك من اليمين، ر ر ر ر ر مي مي مي. طبعا هاي تشبه بدايات مال اغنيه رياض احمد من تزعل، ر ر ر ر مي 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 فا 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 فا، ماشي؟ ف ف ف ف صول 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 صول، واضح؟ هاي تنكتب ر ر ر ر مي 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 ف ف ف ف صول 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 صول، واضح؟ هنا لا 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 لا، ماشي؟ سي لا، اوكي؟ او نحذف هذه لا حتى نضيف لها جماليه اكثر، راح يصير عندنا لا 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 لا، راح يصير عندنا سي، اوكي؟ واضح وياي؟ دو ري اصبع ثاني، يعني راح يصير عندك ر ر ر ر مي 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 فا 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 صول 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 لا 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 سي 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 دو 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 ري، واضح؟ الثاني راح شو يصير عندك؟ راح يصير عندك الجملة الثانية راح تكون، بس انتبهوا عليه اصدقائي، أنا بالدورات الموسيقية دائما أوضح لهم أكثر، أوكي؟ يكون أكثر توضيح، لأن عندي مساحة ساعة أو ساعتين محاضرة للطالب. بالفيديو، فيديو يوتيوب يكون يعني مختصر لأنه هو وقته ما يسمع. فالجملة الثانية بعد ما سويت مم ر ر ر ر مم 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 فا 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 صا صا صا، الجملة الثانية ر، أوكي؟ دو سي لا ر دو سي، انتبهوا وياي، ر اصبع ثاني دو مطلق
ماشي. سي اصبع ثالث لا لا لا، واضح؟ ثم النوب شو يصير عندنا؟ يصير عندنا الجملة الثانية لا سي دو ري ري، هذا تقسيم ثاني، كل شيء اختصره خليه بين أقواس وهذا ينعزف. بعدين يصير عندنا الجملة الأخيرة دو سي لا صول صول لا، ماشي يعني سي دو سي لا صول فا. طبعا انا هسه شرحت لكم اياها، شرحت لكم اياها، تقدرون توقفون انتو الفيديو، بس انا راح اعزف لكم اياها. يعني راح يكون الترتيب التالي ان شاء الله. طبعا عندنا اوراقنا وترتيبنا بالنسبه للطالب حتى ياخذه يكون اوضح. راح يكون عندنا كالتالي هسه حاليا بالعود، طبعا السلم هذا أكثر حتى تلاحظون أكثر. راح يصير عندكم تقريبا الكورد اللي هذا كورد، هذا هو بالتقاسيم الحرفية. ورحب بكم ومرة أخرى وفي الدورات الموسيقية، اللي يحب أنه يدخل دورات موسيقية موجودة في الانترنت، هي 8 محاضرات. وشرب بيكم واهلا وسهلا بيكم، ورقم الهاتف او الاشتراك او الواتساب موجود تحت اي فيديو تلقوه موجود، واهلا وسهلا بيكم ويا مرحبا. لا تنسون اللايك والاشتراك، وطبعا اشتراك بالقناة وتشتركون ايضا بالدورات، لان هي جدا راح تفيدكم وطريقة تدريسها تختلف. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.